وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، كيف تنظرون لعملية إزالة خيام النازحين في مخيم الحاج علي بالموصل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة هي ليست المأساة الأولى التي يتعرض لها أهالي الموصل أو المحافظات الأخرى القريبة منها، ولا سيما هؤلاء النازحون الذين اضطرتهم التصرفات الحكومية، سواء كان بالحرب التي أعلنت تحت ما يسمى ذريعة الحرب على الإرهاب، أو الممارسات الأخرى للأجهزة الحكومية والميليشياوية ومن معها بتهجير هؤلاء وإخراجهم من منازلهم وأماكن سكناهم وممتلكاتهم، واضطروا إلى أن يعيشوا في هذه المخيمات التي هي كانت أيضا تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، والتي قامت بها بجهود منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية، ولم يكن حقيقة للأجهزة الحكومية أو ما يسمى بالحكومة العراقية ذلك الدور في رعاية هؤلاء. فتأتي هذه لتزيد من مأساة هؤلاء الناس، ولتؤكد أن هم هذه الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية ليس إلا مصالحهم الخاصة والحرص على مناصبهم، أما الشعب فهو أبعد ما يكون رعاية مصالح، أبعد ما تكون من تفكير هذه الأجهزة، بل ربما يكون الشعب مستهدفا، ولا سيما في هذه المحافظات. نعم، مستهدفا من قبل هذه الأجهزة الحكومية والميليشياوية. نحن على أبواب الشتاء، كيف ترون توقيت قرار إزالة الخيام وهدفه في هذا التوقيت بالذات؟ يعني حقيقة مرت مواسم عدة من شتاء ومن صيف، وتحمل الناس فيها في هذه الخيام وفي هذا العراء كل تقلبات الجو التي هي معروفة في العراق، تقلبات قاسية، سواء كان في الشتاء برد قارس أو في الصيف في الحر الشديد. وتأتي هذه الخطوة هذه الأيام، وكما قلت أنت على أبواب الشتاء، فمعنى ذلك أنه تعريض هؤلاء الناس إلى هذه المتغيرات الجوية في هذا البرد والأمطار القادمة، أنه لا يكون هنالك حتى قطعة القماش التي كانت تحميهم، وهي الخيام التي ربما كانت ربما تحمي يعني بعض الناس جزءا من هذه المتغيرات والظروف الجوية، لكن حتى هذا قد جعلوه أو وجدوه كثيرا على هؤلاء الناس. فالمقصود إذن كأنه القضية مقصودة هي إيذاء هؤلاء الناس أو المزيد من إذلالهم وإهانتهم، وربما دفعهم إلى ترك هذه المناطق أو ربما ترك العراق جملة وتفصيل. موقف المجتمع الدولي من الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة في بغداد كيف ترونه؟ وما المطلوب منه لوقف تلك الانتهاكات، أي المجتمع الدولي؟ للأسف المجتمع الدولي يعني على مستوى الحكومات والمنظمات الأممية يعني نعدها بهذا السكوت أو حتى بتأييدها للأجهزة الحكومية أو بالنظام السياسي، وحينما تسكت عن مثل هذه الإجراءات وعن غيرها من الانتهاكات الصارخة، يعد ذلك هو جزء من المشاركة، لأن هذه الأجهزة الحكومية حينما لا ترى حسابا ولا عتابا من هذا المجتمع الدولي، فإنها بالتأكيد هذه الأجهزة تسير قدما في مثل هذه الانتهاكات وتتزايد ربما وتتصاعد، وفعلا هذا ما رأيناه طيلة السنوات الماضية. فلم يكن أو لم يعد هنالك شيئا من انتهاكات حقوق الإنسان إلا ومورس ضد هذا الشعب العراقي المسكين، وليس هنالك أي رادع ولا منكر من قبل المجتمع الدولي. أما المنظمات الأممية التي أو الدولية التي تقوم بالإغاثة، فهي البعض منها يقدم ما يستطيع، لكنها أيضا أولا ليست لم تصل إلى الدرجة التي يعني تكفي الناس أو تسد حاجتهم في هذه الأمور. وثانيا هي القضية ليست قضية إغاثة وسد حاجة هنا وهناك، وإنما نحتاج في العراق إلى معالجات جذرية، فلا بد أولا وأخيرا من معالجة الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الانتهاكات، ألا وهو هذا الإطار السياسي
الذي تسبب في حماية هؤلاء الفاسدين، والذي تسبب في أن يكون الشعب العراقي في هذه المناطق وفي غيرها ضحية لهذه المآسي المتكررة والمتزايدة من بداية الاحتلال إلى الآن. دكتور، هؤلاء النازحون حرموا من حقوقهم في مخيمات النزوح التي تبعد عن مناطقهم مسافات كثيرة نتيجة بعض الاتهامات، منها أنهم على صلة بتنظيم الدولة. كيف سيكون التعامل معهم وهم في مناطقهم أعيدوا إليها قسرا؟ يعني كما قلنا سابقا، هو أهالي هؤلاء الناس هم مستهدفون، فهذه الإجراءات هي كلها تصب في إطار إذلال هؤلاء الناس وإهانتهم وربما إقصائهم أو إقصائهم من هذه المناطق جملة وتفصيلا. ونحن نعلم أن هنالك مشروعا يجري على قدم وساق وتمارسه مثل هذه الأجهزة الميليشيا وغيرها لتغيير التركيبة السكانية في الكثير من المناطق، فهؤلاء الناس مستهدفون، وهذه الممارسات هي جزء من هذه الحرب الشرسة على الشعب. وما الإرهاب والحرب على الإرهاب وتهمة الإرهاب إلا شماعات تتخذها هذه الأجهزة والميليشيات المرتبطة بها ذريعة للوصول إلى هذه المآرب وهذه المشاريع المشبوهة. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.